قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة قال: وأنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنوزهما في سبيل الله، يعني في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يقرب إلى طاعتهما، ولم ينفقهما في الأهواء المباحة فضلا عن المحرمة، فكيف بعد ذلك أن ينافح عن أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتله، فالذي ينافح عنه هو من أعظم الناس كفرا. قال: وصحت بذلك خلافة عمر، لما؟ لأنه أنفق كنوز فارس والروم في سبيل الله.